طبعا نبذ في مشروع ربط طريق البحيرة بالطريق الرئيسي مدخل الشمالي لمنطقة شخرة. طبعا هذا المسار أو هذا التنفيذ الطريق طبعا يخدم المواطنين ونفس الوقت يخدم المنطقة، وكما معروفة في منطقة شخرة وبلدية شخرة العامية أن هذا الطريق المقبرة، عرفت؟ وطبعا شنو تخفف معاناة المواطنين نظرا للغبار. طبعا هذا المساف اللي تم تنفيذه الان يتبع مكتب اسكان المرافق وما تعاون مع المجلس البلدي للبلديه شخره باستكمال المسافه حتى تكون المسافه الاجماليه متصله مع بعض تساوي 2200 متر، وان شاء الله نتمنى من مساعده من المواطنين، وكما نشكر طبعا التنفيذ المسافه اللي تتبع مكتب اسكان المرافق شركه الصار الخضراء المقاولات العامه، كما نشكرها على حسن تعاونها، ونتمنى مره اخرى من اهالي ومنطقه شخره او الساكنين على المسار اللي تم التنفيذ الان بمساعده الشركه المنفذه.